بالنسبة للسينا في البطولة، فأنا كنظن الفرق المغربية ولا الجامعة الملكية المغربية خصهم ينسقوا. ما تنظن بيان سور غادي ينسقوا مع السلطات المختصة، لأن السلامة ديال المغاربة هي الأولى، والسلامة ديال اللاعبين هي الأولى، والسلامة ديال الجمهور كذلك. وإلا بان الناس المسؤولين بأنه يقدروا يكملوا البطولة الاحترافية، فلما لا؟ الناس راه متعطشة تشوف مقابلات، ولو حتى غير في التلفازة ما كاينش داكشي بلا جمهور او يكلو، مي الناس متعطشة انها تشوف الماتشات ديال البطولة الاحترافية. غير تنتمنى انه يكون مستوى كبير في ظل هذه الجائحة، واللاعبين بقاو كيتمرنوا بشكل انفرادي. تنظن غادي صعب عليهم المأمورية باش يكون مستوى كبير، ولكن تنظيميا وتسييريا الى بغاو يكملوا البطولة، غير باش نعرفوا الفائز بالبطولة، نعرفوا الترتيب على حساب المشاركات الإفريقية في الموسم المقبل ان شاء الله. وكنتمنى للناس كاملين التوفيق، لا جميع، لا مسيرين، لا لاعبين.